ولتسليط الضوء مرة جديدة على الحراك الثوري في الذكرى الأولى لثورة تشرين، نرحب بضيفنا الدكتور قحطان الخفاجي عبر سكايب من بغداد. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، وآسف للخلل الفني. لا بأس دكتور، كنا نتحدث عن الثورة بين الذكرى الأولى، يعني بين 25 من تشرين أول 2019 واليوم 2020. ما الذي حققه الثوار خلال السنة الماضية؟ حقيقة الأمر أن الثورة حققت الكثير، رغم أنها لم تتوج بنهاية مطافها بالغاية الأساسية لتحرير الوطن، ولعل وجودها وتأثيرها الفاعل في شأن السياسة العراقي هو أولى النتائج، كما أن عملية إسقاط الخطوط الحمراء المزيفة والهياكل الشكلية التي كانت تتحكم في القناعات الشعبية واستعاضتها بالوطنية هي أهم أهدافها وأهم نتائجها. حقيقة الأمر أن الثورة الآن لم تعد مجرد مجموعة شباب خرجت لأهداف معينة، بقدر ما هي الآن هي التي تتحكم بالشأن السياسي العراقي وتجبر الحكومة وقوى سياسية وقوى دولية أن تستمع حقيقة إلى هذه الثورة. إذا الثورة حققت الكثير وما زال أمامها الكثير، وتوقع أنها مجرد بقائها وثباتها على ديمومتها وأهدافها هي الأهداف الحقيقية التي ستتلاحق لاحقا تباعا. يعني ما أنت تعتقد دكتور بأن نعم طبعا هي أسقطت حكومة سابقة، حكومة يعني عبد المهدي، والآن نحن نتكلم عن أهداف جديدة يرفعها الثوار، لكن هل تعتقد أن هذه الثورة والحراك الشعبي الكبير حاضر على طاولة السياسيين وأحزاب العملية السياسية؟ هل يفكرون في يعني فيما يدور الآن؟ أنا أتوقع حاضرة رغم أنفهم، ليس تبننا من رغم أنفهم حاضرة هذه الثورة، ودليل أنها قد أفقدت صوابهم وأظهرت عيوبهم وخلافاتهم البينية. واحد اثنين، محاولة انتطاء الثورة ومحاولة استمالتها بشكل بآخر يدلل على أن فعلها مؤثر فيحاولون الإساءة إليها، ولكن فشلهم في عملية التصحيح الشكلي أو بعملية استمالة الثوار وإزاحتها عن خط العام هذا يؤكد فشلهم إضافي. وبالتالي أتوقع أن الثورة بقاؤها بهذه الآية لحد ذاتها هي حقيقة إنجاز كبير، وهي تقدم نحو الأحسن، وبالتالي الزمن الذي راهنوا عليه سيكون ضدهم لا معهم، بدليل أن عملية انتطائهم لها فشلت وعملية بقائهم وتخرية بقائهم تواجه صدود واختلافات ورفض عام شعبي. إذا الثورة موجودة رغم أنف هذه المجاميع، إن استمعت لها بصورة شكلية أو علنية أو سرية فهي مجبرة على السماع، ولكن الثورة باقية ستعطي أكلها. طيب دكتور، يعني نحن الآن يعني في ظل استمرار الاستهداف الحكومي والميليشياوي للتظاهرات والثوار، هل ما تزال ميادين الثورة مستعدة لبذل المزيد من التضحيات في سبيل الوصول إلى أهدافها؟ نعم، الثورة ما زالت مستمرة بالعطاء وبالثبات، ودليل على ذلك أن الشهداء الذين رووا أرض الساحات الثورة والجرحى والمغيبين لم يثدون هذه الثورة، بل الثورة أضافت لمطالبها مطالب أخرى باسترجاع أو بالحصول على حقوق هذه المجاميع التي ضحت في سبيل الوطن. إذن في رأينا الشخصي الثورة تتجدد من ذاتها وتتسع بساحاتها وبحجمها الشكلي والعمقي، وبالتالي هي أنا هنا أؤكد حقيقة للتاريخ أن هذه الثورة تتميز عن ثورات العالم الشعبية أنها ليس فقط ضد جهات معينة في الحكومة، بقدر ما هي ضد استراتيجيات إقليمية ودولية تسعى لاستمالة العراق وإنهاء العراق. إذن هي ثورة بحجمها كبير، بأهدافها كبيرة، بحجم أعدائها أكثر من أي ثورة أخرى. لذلك بقائها لحد الآن يدلل على أنها ثورة كبيرة وقدر المسؤولية. ولذلك دكتور، هناك محاولات من وسائل الإعلام الحكومية لإقناع الشعب بأن حكومة الكاظمي كانت نتاج لهذه الثورة. هل فعلا ينظر لحكومة الكاظمي على أنها نتاج لدماء وتضحيات الثوار؟ هذه كذبة كبرى، كذبة كبرى، كذبة كبرى، لأسباب التالية. أولا، الحكومة السياسية الحالية
هي جزء وهي أساسا ذات الحكومات السابقة التي تشكلت والتي نهبت العراق. واحد، اثنين، آليات العملية السياسية جميعها لم تتغير. الشيء الثالث، حجم الفعل الإيجابي لهذه الحكومة حيال متظاهرين الصفر. الشيء الآخر والأهم، أن العملية السياسية أو هذه الحكومة لم تنتج من الساحات، بل أنتجت من داخل العملية السياسية، ولكن يحاولون أن يظهرون هذه الآلية وكأنما أنتجتها العملية السياسية، لا عفوا للتظاهرات. الحقيقة نقول أنها من خلالها حاولت أن تنفذ، ولكن الشارع أوعى من الحكومة وأوعى من تفكيرها وأوعى من إعلامها المظلم. لذلك هي رفعت منذ البدء الأكس على كاظمي، الأكس على البرلمان، أكس على كل الجهات الرسمية في الدولة العراقية. إذن الحكومة في وادي، وهي تكمل مشاريع الحكومات السابقة الضالة العميلة التابعة مع المحتوى لغيرها، والثورة عراقية أصيلة لا علاقة لها بالعملية السياسية، لا من بعيد ولا من قريب، بل خرجت لكي تغير العملية السياسية برمتها وتسائل السياسيين الفاسدين وتغير آليات العمل السياسي. نعم دكتور، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين حذرت أحزاب المنطقة الخضراء وميليشياتها من مغبة الاندساس بين المتظاهرين بقصد القيام بأعمال تخريبية وتحريضية كما جرى في مرات سابقة. هل تعتقد أن تلك الميليشيات وتلك الأحزاب يمكن أن تقوم بهذا الدور مجددا بعد نجاحات كبيرة حققتها الثورة؟ حقيقة لن تثني هذه الأحزاب إرادتها ومساعيها عن عملية اختراق الثورة، ولعل أن في إدراكها وفي واقع الحال ليس بمقدور أي جهة أخرى أن تحتوي الثورة إلا باختراقها، ولكن نحمد الله عز وجل أن الوعي عالي، وأن أي جهة أو شخص في الحراك يستميل لهذه المجامع ويستجيب، سرعان ما تتكشف أوراقه ويتضح الحقائق أمام الناس ويتنبذه الساحات وينبذه الشباب. إذن الشباب على ما يبدو من فضل الله محصلين تحصين عالي ووعين وعي عالي، وبالتالي هذه القوى السياسية لن تدخر جهدا من انتطاع واختراق التظاهرات، ولكن التظاهرات لديهم من الانتباهد الذاتي الذي يؤمن وجود القوى السياسية عند وطنيتها، وتصدم أي محاولة لاستمالة أي شخص بالفشل بإذن الله، وهذه الحقائق التي تكشفت لاحقا كما عرفنا وتابعنا. من بغداد عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطاني الخفاجي، شكرا جزيلا لك.